بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو أركان الإيمان في مادة التربية الإسلامية الجزء الأول للصف الرابع الابتدائي. أهداف درسنا لهذا اليوم: يتوقع من المتعلم في نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على تعرف أركان الإيمان الستة، تبين بعض الأدلة على وجود الله تعالى. درست في الصف الثالث الابتدائي أركان الإسلام وعرفت أنها خمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهناك أركان أخرى تسمى أركان الإيمان وهي ستة: الإيمان بالله تعالى وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الآن قبل أن نبدأ، ما معنى الإيمان بالله تعالى؟ الإيمان بالله تعالى أن تصدق بوجود الله تعالى وبأنه واحد لا شريك له، متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص. ننتقل الآن إلى النشاط الأول. عدد أركان الإيمان الستة. لديك دقيقة واحدة لتنجز هذا النشاط. تأكد من إجابتك، سنستعرض الأجوبة الآن. أركان الإيمان الستة هي: الإيمان بالله تعالى، الإيمان بملائكته، الإيمان برسله، الإيمان بكتبه، الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أما الآن فالنشاط الثاني، لديك دقيقة واحدة أيضاً لتنجز هذا النشاط. أكمل الفراغ بوضع الكلمة المناسبة فيما يأتي للحصول على التعريف المناسب للإيمان بالله تعالى. سنستعرض الأجوبة الآن وتأكد من صحة إجابتك. الإيمان بالله تعالى هو أن تصدق بوجود الله تعالى وبأنه واحد لا شريك له، متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص. ننتقل الآن إلى طريق الإيمان بالله تعالى. للإيمان بالله تعالى طريقان. الطريق الأول هو التأمل والتفكر في مخلوقات الله تعالى، والطريق الثاني هو القرآن الكريم. أما الطريق الأول وهو التأمل والتفكر في مخلوقات الله تعالى، إذا نظرت إلى هذا الكون الفسيح من حولك وتأملت ما فيه
وجدت أشياء كثيرة في غاية الحسن والجمال والقوة والنظام والعظمة، فالسماء العالية من فوقنا لا تحملها أعمدة، وفيها الكثير من النجوم والكواكب التي لكل منها موضع معين وتسير في فلك خاص ولا يمكن أن يصطدم بها. أما الأرض وهي التي نعيش عليها ففيها الجبال والسهول، وفيها الأنهار العذبة والبحار المالحة، وفيها الصحاري والغابات والبساتين، والشمس الجميلة التي تشرق علينا كل صباح وتغرب عنا في انتظام من دون أن يختل هذا النظام في يوم، مما أخبر به وجود إله واحد أحد قادر عليم. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما الآن سننتقل إلى النشاط الثالث، أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. لديك دقيقة واحدة لتنجز هذا النشاط. أما الآن سننتقل إلى الإجابة عن هذه العبارات. نقرأ العبارة الأولى: الله تعالى متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. ما هي الإجابة يا ترى؟ الإجابة صحيحة. العبارة الثانية: النجوم والكواكب تسير في فلك خاص ويمكن أن يحدث بينها اصطدام في أي لحظة. ما هي الإجابة يا ترى؟ الإجابة خاطئة. ننتقل إلى العبارة الثالثة: كل ما تضمنه القرآن الكريم حق لا شك فيه، ومما أخبر به وجود إله واحد قادر عليم. الإجابة صحيحة. أما العبارة الأخيرة: عالم البحار وعالم الحيوان أوجد نفسه بنفسه. الإجابة خاطئة، لأن من أوجد هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى. السؤال يقول: كيف نؤمن بوجود الله تعالى مع أننا لا نراه؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: إننا نؤمن بوجود أشياء كثيرة من دون أن نراها، ولكن إيماننا بوجودها مبني على مشاهدة آثارها، ولنضرب على ذلك مثالين. الأول هو الهواء من حولنا لا نرى، ولكننا نؤمن بوجود اعتمادا على آثاره كحركة أغصان الأشجار. أما بالنسبة للكهرباء فنحن لا نراها، ولكننا نصدق أنها موجودة إذ شاهدنا آثارها من نور المصباح أو حركة المروحة. كذلك لا يمكن أن نصدق بأن هناك بناء قامت أحجاره بعضها على بعض وانطبق عليها سقفه من غير بناء، أو أن ألواحا من خشب تجمعت فصارت زورقا،
فكذلك لا يصدق أحد بأن هذا العالم بكل مخلوقاته ونظامه وجد من غير خالق وصانع. ننتقل الآن إلى النشاط الثالث، أذكر مثالين يبينان أننا نؤمن بوجود أشياء كثيرة من دون أن نراها. لديك دقيقة واحدة لإنجاز هذا النشاط. نستعرض الجواب. الهواء من حولنا لا نراه، ولكننا نؤمن بوجوده اعتمادا على آثاره كحركة أغصان الأشجار. نحن لا نرى الكهرباء، ولكننا نصدق أنها موجودة إذ شاهدنا آثارها من نور المصباح أو حركة المروحة. تأكد من إجابتك. ننتقل الآن إلى النشاط الختامي، أجب عما يلي. كنت سائرا في الصحراء فوجدت قصرا جميلا فأعجبك، بين أنه لا يمكن التصديق بأن يوجد هذا القصر نفسه بنفسه. لديك دقيقة واحدة لإنجاز هذا النشاط. نستعرض الإجابة سوياً. لا يمكن أن نصدق بأن هناك بناءً قامت أحجاره بعضها على بعض وانطبق عليها سقفه من غير بناء، فكذلك لا يصدق أحد بأن هذا العالم بكل مخلوقاته ونظامه وجد من غير خالق وصانع. تتمت النشاط الختامي، أجب عما يلي. استدل من القرآن الكريم على أن الله تعالى إله واحد أحد قادر عليم.
نستعرض الإجابة. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال أيضا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإلى هنا انتهى الدرس، أرجو لكم التوفيق والسداد.
والإجابة الصحيحة هي الأشنات. انتهى درسنا لهذا اليوم، بارك الله فيكم ونراكم في دروس أخرى.